جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول اليمن انفضت دون نتيجة جوهرية. الجديد في الجلسة التي لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال المجلس هي أنها جاءت بطلب من روسيا التي تسعى على ما يبدو للحيلولة دون اندلاع معركة لاستعادة الحديدة. أرادت موسكو أن تأتي دعوتها في إطار العنوان العريض للأزمة والحرب في اليمن، والذي يتمحور حول معركة تهدد بوقوع كارثة إنسانية وتنامي ظاهرة الإرهاب. لكن مراقبين يرون أن روسيا محكومة بهاجس القلق من أن تفضي معركة استعادة الحديدة إلى تضييق الخناق وإضعاف الموقف السياسي للإنقلابيين، رغم أن موسكو لا تزال حتى اللحظة جزءا من الإجماع الدولي حول اليمن. ولعل في مناشدة المجلس الأطراف للسماح بفتح جميع المعابر بما فيها ميناء الحديدة ما يؤكد المخاوف الروسية هذه، بالنظر للأهمية التي تمثلها الحديدة وميناؤها في دعم استمرار معركة الإنقلابيين ووجودهم. السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت أوضح أن الأزمة الإنسانية وما اعتبره شبح مجاعة يهدد الملايين في اليمن كان محور نقاش المجلس في جلسته المغلقة. السفير ريكروفت أكد اتفاق المجلس على أنه لابد من إيجاد حل سياسي، وأكد أن المجلس يدعم مساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد وكل جهوده للحل. حظي المبعوث الأممي إذن بالدعم الذي يأتي على مشارف نهاية غير ناجحة ربما لمهمته في اليمن، في ظل إصرار الإنقلابيين على الهروب من التزامات الحل المبني على المرجعيات، وهو السلوك الذي واجهوا بعدم الاكتراث أحيانا وبالدعم أحيانا أخرى من أطراف دولية وإقليمية.